أهلا بكم. سقط المغاربة ضحايا لمسلسل مسخ طويل للهوية، وكان للاسم الشخصي نصيب الأسد من عملية المسخ الممنهجة. ولأن حركة الإسلام السياسي تغلغلت في المجتمع المغربي منذ تسعينيات القرن الماضي، لم يكد يمضي عقدان حتى كادت تختفي كلياً الأسماء ذات المسحة المغربية، بل ابتدع السلفيون مصطلحات نشروها بمكر بين بسطاء من الناس، فأصبح الطفل المغربي ينادي أباه بأبي بعد أن كان يناديه با، وينادي أمه بأمي بعد أن ظل يستخدم مي. على مكاتب الحال المدنية أصبحت تتقاطر أسماء ذات نبرة وحمولة قومية كجهاد ونضال أو سلفية كصهيب ومصعب وسهيل إلى آخره، عوض أسماء مغربية عريقة أصبح من يحملونها يحسون بالعار، وأضحى من آخر الصيحات أن يسمي المغربي نفسه بأبي فلان ولو لم يكن متزوجا أو له أبناء، وصارت النساء في اتجاه نفسه، فأصبحنا يتنافسن في ابتداع أسماء لهن مركبة من أمي وفلانة. في الدفة المقابلة وبسبب منسوب الأمية والاستلاب جرف الاسم التركي واللبناني وأسماء الفنانين جزءا كبيرا مما تبقى من المغربيات والمغاربة، فأصبحنا نسمع الأمهات ينادين أبناءهن بوائل وشادي ووصال ومهجة ومنال ومنار. وتنافست العائلات في استلهام الأسماء كل من مرجعيته، بين قوميين انبهروا بصدام وارتدوه اسما للابن فاختفى صدام وبقي الاسم بدون حمولة رمزية، وأباء جرفتهم ريح الوهابية أو إعصار الأخونة فتحولوا عن الأسماء المغربية الجميلة واستبدلوها بأسماء غريبة بنية ودلالة وجرسا. وأمهات يقلدن ما يسمعنه في التلفاز فاخترن لبناتهن وأبنائهن أسماء قد تحمل في الكثير من الأحيان دلالات ومعاني مشينة وخادشة للذوق العام، وهو ما لا يضر بخلد من ارتداها. إن اقتلاع المغرب من جذوره مشروع صممه دعاة القومية والأخوان والوهابية، وأسهمت فيه مشاريع الدولة ومخططاتها، ومنها محاربة الاسم المغربي الأصيل. ولو اقتضى الأمر لي الأعناق نصوص القانون، ولعب فيه الإعلام والمجتمع دورا كبيرا، وهو ينبهر بكل ما ليس مغربيا مقابل تبخيص وتتفيه كل ما هو مغربي. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.